اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر ستتبنى مقاربه شامله ومحايده خلال رئاستها لقمه تغير المناخ وانها ستاخذ في الاعتبار اولويات ومواقف كافه الاطراف وذلك لضمان خروج القمه بنتائج ايجابيه في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافه مكوناته. وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الامريكي الخاص للمناخ جون كيري، رحب الرئيس السيسي بزياره كيري الى مصر وعقد الاجتماع الاول لمجموعه العمل المصريه الامريكيه حول تغير المناخ، معربا عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الامريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفتره القادمه تحضيرا للقمه العالميه كوب 27 للمناخ والمقرر عقدها بشرم الشيخ. من, من جانبه اكد كاري ثقة الجانب الامريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الاطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء شهد التباحث حول مشاركة الشركات والمؤسسات الامريكية في جهود مصر للتحول إلى مركز للطاقة، والاهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال.